نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. مساءكم علم ومعرفة مشاهدينا الكرام، في يوم جديد وحلقة جديدة عبر برنامج رمضان كذا. بدأ العد التنازلي وبدأت لقاءاتنا معاكم تقل يوم بعد يوم لقربنا من انتهاء شهر رمضان المبارك، ومن ضمن سلوكيات كثيرة حابين نتكلم عليها اليوم بنتكلم على سلوك مهم جدا لكن بطريقة عكسية. كيف يعني؟ السلوك هذا سبب في آفة المجتمع، سبب في غياب ثقافة المجتمع، في غياب الوعي، في غياب حقوقك، في غياب واجباتك، في غياب التزاماتك. عشان كذا احنا بنتكلم عن السلوك اللي يمحو هذا الشيء. موضوع ملخبط شوية صح؟ خلونا نتعرف على سلوك اليوم اللي بيكون محو الأمية. ايش دخل محو الأمية في رمضان؟ محو الأمية سلوك انت كإنسان تقدر تعمل على بثره من المجتمع لطالما عندك نية. مش مهم في رمضان أو في غير رمضان بقدر ما هو مهم إنه يكون عندك إيمان بأهمية محو الأمية داخل المجتمع عشان نحصل على مجتمع أفضل. الأمية في بلداننا العربية وخصوصاً في مجتمعنا اليمني زي دودة الأرض اللي تأكل الأخضر واليابس، وهذا الشيء للأسف كان متعمد نوعاً ما. أصحاب القرار زمان كانوا حريصين جداً أن مستوى المجتمع يظل في هذا المستوى ما يطلعش، بالعكس كانوا حريصين أنه ينزل حاجة بعد حاجة. ليش؟ عشان ما حدش منهم يقول هذا حقي وهذا لي فيه نصيب وهذا شيء من حقي كمواطن، ويفهم ويبدأ عنده الوعي يزيد في مسألة حقوقه وواجباته. ولو كان الشخص منهم عمل لهذا المواطن عمل مش بكيفه، لأنه هذا العمل من حق المواطن أصلاً مش زيادة نعمة، يحسوا كأنه استخرجوا له كنز من تحت الأرض. عشان كذا واجبنا مع بعض إن احنا نحارب هذا النوع من الآفات اللي ممكن تقضي علينا أكثر من الحال اللي احنا فيه. ها قصدك الولد الصغير؟ ايوه الصغير. الولد هذا قصته قصه، تخيل الولد هذا كنا ماشي بالصدفه اساله على رقم على مدريش، قال لي مش عارف، قلت ليش ما تدرس؟ قال لا ما ادرس مع الاوضاع ومع كذا، نفسي ادرس بس مش قادر. اذن ايش الموعد اللي كنت تتكلم عليه وايش انه مره ثانيه اجي ومعي قلم ورقه واجلس اعلمه ودرسه، قال لي تمام. الولد عنده رغبه بس مع الاوضاع وكذا، ان شاء الله نقدر اعمل معه شيء يا رب. حلو حلو، لو كان الشباب السنتين الأخيرة الوضع اختلف 370 درجة. ليش؟ كلنا عارفين ليش. مدارس راحت، مدارس أغلقت، أسر سافرت وأصبحوا عيالها من غير تعليم، أسر خرجوا عيالهم من المدارس خوفاً عليهم من الوضع اللي هم فيه. الوضع التعليمي للأسف يوم بعد يوم يرقد، واجب مننا إحنا الطبقة اللي عندها نوع من الثقافة، حتى لو كانت ثقافة شوية محدودة، ما بنقولش إن إحنا هذولاك المثقفين والنخبة، اللي عندها حتى لو ثقافة معينة واجب عليها إنها تشارك في موضوع محو الأمية. إحنا الأوادم العاديين
البشر اللي زيي وزيك يساعد على محو الأمية. أيوة، اللي زيي وزيك يساعدوا على محو الأمية. ليش؟ تعال اسأل أول شيء، إيش الأمية هذه؟ إحنا أكيد نسمع في إحصاءات وفي تعدادات وفي تقارير حقوقية ويونيسف والصحة العالمية والغذاء العالمي وتقارير وأرقام وإحصائيات عن وعن وعن أشياء كثيرة. لما نبي نشوف التقارير الخاصة بموضوع محو الأمية، إيش يعني محو أمية؟ الشيء البديهي اللي بيجي في بالك إن الشخص لا يعرف يقرأ ولا يكتب، هذا أمي. صحيح، هذا بالمعنى العلمي، هذا بالمعنى الثقافي، إنه الأمي يعني الشخص اللي ما يعرفش يقرأ ولا يكتب. بس إحنا محتاجين محو أمية من نوع آخر. اليوم للأسف تلاقي الشخص خريج ثانوية، خريج بكالوريوس، خريج ماجستير، وصل لمرحلة الدكتوراه وبرضه يظل أمي. قد عنده دكتوراه، قد عنده ماجستير، كيف أمي؟ أمي بالفكر، أمي بالثقافة، أمي بالسلوكيات، بالأخلاقيات، أمي بحاجات كثيرة. عشان كذا لو أنت كفرد تتابعنا اليوم، شفت إنه فلان ما يعرفش يقرأ ولا يعرف يكتب، وأخذته وقضيت من وقتك ساعة بس في اليوم أو 3 ساعات في الأسبوع عشان تتعب نفسك إنك تمحو أمية هذا الشخص، بيكون يقرأ ويكتب بيرفكت 100 على 100. بس هنا موضوعك ما انتهاش، واجبك ما انتهاش. ليش؟ لأنك لما تمحو أمية شخص معناه إنك تنور عقله، تنور ثقافته، تنور حسه. كيف أنور حسه؟ ألصي له لمبة؟ لا، تنور حسه معناه إنك تفهمه إنه أنت كمواطن عليك واجبات لهذا البلد، وبالمقابل لك حقوق. على قد ما تعمل واجباتك على قد ما تلاقي حقوقك. إيش اللي يميز المجتمعات الغربية عندنا؟ معنا عقل، معهم عقل، معنا جسم، معهم جسم، معنا عيون وآذان، معهم عيون وآذان. بس هذا الشيء اللي يميزهم، حريصين جداً إنهم يعملوا واجبهم في المجتمع عشان يقدروا يطالبوا بحقوقهم وصوتهم يعلى. في مشروع أقيم قبل فترة اللي هو تابع لمحو الأمية، وكلنا شفنا اللي انتشر بالسوشيال ميديا وبالفيسبوك والصور والواتساب وإلى آخره. الطلاب اللي كانوا ياخذوا أطفال ويستأجروا باص ويطلعوا الأطفال هذول داخل الباص ويقضوا معاهم ساعة أو ساعة ونص يومياً عشان محو الأمية. الموضوع هذا جميل وفكرته رائعة، لكن افتقد لشيء واحد، الديمومية أو الاستمرارية. طلع الموضوع وسمعنا عليه وكتبوا عليه بوسائل التواصل الاجتماعي ولاقى زخم كبير، لكن ما استمرش لسبب أو لآخر، يمكن لأن الموضوع كان فيه نوع من الثقل أو من التكاليف على هذون الشباب. عشان كذا لما تيجي تفكر بمحو الأمية، ما يجيش في بالك إنه والله فلان أنا خليته يقرأ ويكتب خلاص أنا محيت أميته وانتهى الموضوع، أو تيجي تقول بالمقابل طب ليش عاد إحنا نتعب أنفسنا؟ في مراكز وفي مدرسين وفي ناس مسؤولين على هذا الموضوع ومدعومين من المؤسسات المحلية والمؤسسات المجتمعية، إيش فايدتنا؟ فايدتك أنت مكملة لهذه الأعمال، لأنه زي ما ذكرنا لما تمحي أمية شخص معناه أنك توسع مداركه. تعال شوف أخوك الصغير صاحب ثالث ابتدائي أو رابع ابتدائي، يعرف يقري ويكتب وكل شيء، لكن أحياناً يسألك أسئلة تعجز إنك تجاوبه، خصوصاً الأشياء اللي متعلقة بالدين أو متعلقة بالإله أو متعلقة بالتكوين البشري أو متعلقة بالأجنة في بطون أمهاتها أو متعلقة بالولادة. تعتقد ما تعرفش كيف ترد عليه، هذا الشخص الطفل يعتبر أمي، مش لأنه بس يعرف يقرأ ويكتب معناته أنه كويس، لا، هو يعتبر أمي لأنه محتاج عقله شوية يتفتح. الأشياء اللي ضمن سنه
فهمه والأشياء اللي هي أكبر من سنه خلي الزمن يفهمه مع الوقت. اللي نشتي نقوله من خلال هذا الكلام إنه العلم مش قراءة وكتابة ولا تعدد لغات إنجليش وفرانس وألماني ومش عارفة إيش، ولا عمر العلم والثقافة بيكون عبارة عن بدلة وكرافتة وساعة آخر موديل وجزمة سبورت. لا، العلم والثقافة والمعرفة اللي يحكم عليه المواقف. شي تعرف ثقافة الشخص وهل هذا الشخص أمي فكرياً ولا لا، حطه بموقف وشوف رد فعله. والخلاصة اللي نقدر نقولها في حلقة اليوم هي شيئين: لما تيجي تمحي أمية شخص فهمه إيش الصح وإيش الغلط، فهمه إيش حقوقه وإيش واجباته، فهمه إنه كبشر وكبني آدم إيش واجبه في المجتمع وليش الله خلقه، فهمه إنه الشيء الغلط دائماً مرجوع ودائماً قابل للتصحيح. الشيء الثاني، لما أنت تمحو أمية شخص معناه إنك تحميه، تحميه من الفكر المتطرف، تحميه من المشاكل، تحميه من العادات والتقاليد المغلوطة اللي ممكن إن هي تكسر راسه وتوصله إلى طريق مسدود، تعمل جداره الحصين بهذا العلم وبهذه المعرفة. مشاهدينا الكرام، بكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، ونتمنى أنه بعد هذه الحلقة كلنا يكون عندنا همة وحماس نمحو آفة الفكر اللي سيطرت على مجتمعاتنا وعلى شبابنا. لنا لقاء آخر معاكم بكرة بإذن الله على نفس الموعد ومع سلوك آخر، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك، نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا، نخلي الفرحة تسود. مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود رمضان.